كلمتي نخفاف مع حمزة. صباحكم بالخير، صباحكم طاقة وحيوية ونشاط. وقت تحس العالم ضدك وعباد تطلب منك باش تتوقف والتحديات متراكمة في طريقك جبال جبال، باش تجيك رغبة الاستسلام، الدنيا ودروسها مش باش تقف وتعف عليك، واللي تعمل فيه الكل ما يجيبش نفع، تعمل فشل قديش ومر لون وقاتم، ذاقت بك الدنيا وحبيت تاخو راحة وتجي اللحظات اللي تتسائل فيها هالأمر بالحق يستحق ولا لا، ولا أنا قاعد نضيع في وقتي، زعما أنا قوي بما يكفي، زعما أنا مجنون، تقعد تسأل في روحك وتلوج على عذر، لكن تفهم أنه حلمك أكبر من كل عذر وكل نجاح تحق وما كانش صدفة وما كانش سهل. ما تخليش هاك الحلم وهذا بالفعل مجرد تحدي آخر، خاطر حلمك هو المحرك لحياتك. النفس اللي تاخذه وقت تتبع حلمتك وتختارها تمشي في هاك الطريق باش تواجه وتواجه برشا رفض، برشا ضحك، برشا لقات، نهار بعد نهار. أصعب حاجة في العالم أنك تثق في روحك 100% وتصدق أنك أنت مميز ومختلف. أصعب حاجة في العالم أنك تثق في نفسك مرة أخرى، أنت مناضل، صدق بقلبك من غير حتى شك أنك تنجم، بعقلك تصنع هيك التغيير. لوج على أحسن كتاب يتعلق بحلمتك، ما تقرهوش كهو بل أدرسه، لوج على اللي نجحوا في اللي تلوج عليه، أقرأ سيرتهم الذاتية وفركس على التغيرات الكبيرة في حياتهم. الطريق واضح ومن كثر وضوحه ما يدركهوش الغالبية، وهك التفاصيل الصغيرة اللي هي اللي تصنع العظمة. ثم شكون يتمرن وثم شكون يسحق روحه تمرين ويتخطى ويتعدى للمستوى التالي. يمكن لأي إنسان ينتصر وقته في المعركة، وأنا نوجه كلامي للي في المعركة توا. نعرف أنك تعب، نعرف يدك توجع فيك، نعرف اللي عقلك محبط، نعرف اللي ما عادش عندك رغبة في أي شيء، وهذا مش أحسن وقت في حياتك. قل لهم أنا النجم نعمل هاك الحاجة، إذا أحبطوني النجم نعمل ونتقوى على روحي، لن أهزم، ما نخرجش هكا، أنا المسؤول مهما حصل. امسح دموعك وكون مؤمن، خاطر إيمانك هو محرك إصرارك. كلمتي نخفاف مع حمزة.